مدام منال بدي ارجع لعندك. اليوم في كثير امهات عم يهتوا اولادهم بشام، انه شفتوا لو قريتوا لو درستوا كنتوا صرتوا مثل شام. في كثير اهالي بيحطوا اولادهم باحسن المدارس واحسن الاساتذه الخصوصيه، ولكن بيغيب شيء هو اهتمام الاهل. شو بتقولي انت اليوم لكل ام عم تحضرنا هلا؟ ما بحب المقارنه. انا ما بحب المقارنه، انه لا شوفوا كذا، كل طفل عنده القدره مثل شام واكثر حتى. نعم. بس بدها شويه اهتمام وشويه اعتناء. صح. انا لما بعتني، لما بتابع، لما ممكن حاطينه بافضل المدارس. هلا شام مدرسه حكوميه، ما هي مدرسه خاصه. لو كانت مدرسه خاصه وانا ماني متابعتها، فما راح اخذ هالثمار اللي اخذتها. هلا هذا قصدي عليه. تمام. فوين ما حطيتها هي، يعني كان والدي بوقتها قال لي الشاطر وين ما نحط شاطر. نعم. الإنسان بتميز، يعني خلص عنده القدرة على التميز.